خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول مع الضغوط المتزايدة اللي بيتعرض لها الموظفون طوال ساعات العمل، اتنامت فكرة لدى أحد أصحاب الأعمال المصريين بتستهدف منح الموظف مساحة مكانية للتنفيس عن مشاعره السلبية، وتحت اسم ركن البكاء خصص أمير عبد المجيد صاحب إحدى الشركات بمحافظة الأقصر واللي إلها عدة أفرع بمحافظات مختلفة مكان داخل شركته ليكون مساحة خاصة لأي موظف بيحتاج للبكاء. وبمجرد قيام شركة مصرية بتخصيص ركن للبكاء للمساعدة على التخلص من أحزانهم، أقبل الموظفون على حجز مقاعدهم داخل الركن. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.